السلام عليكم إخواني أخواتي، السلام عليكم. كنعاودوها والعواشر مبروكة، ودائما العواشر مبروكة، والله يدخل عليكم الصحة والهنا والأيام الله كاملة. عواشر الخوت، دائما كنقول لكم العواشر مبروكة، حيث الأيام الله كاملة عواشر. خوتي مرحبا بكم في قناة خالد ستوريز، وما تبخلوش علينا بلايك وبابوني فضلا وليس أمرا. لايك وابوني كتنساوني بها فضلا وليس امرا. اخواني اخواتي، اليوم هنتعودوا على الهجرة السرية، الهجرة السرية الجماعية اللي قامت في سبتة المحتلة ما بين فنيدق وسبتة المحتلة، اللي نظموها بزاف المعارضون وبزاف الخائنون، نظموها في المواقع ديال الفيسبوك ومواقع بزاف صاروا هاد الكلمات هادو، والناس كيعاودوا شي مؤامرات كتأمر على الأجيال، والأجيال ديالنا كاين بعض منهم ما عارفين شني كاين، كيتيقوا بالهضرة وكيتيقوا بالفيديو وكيمشيو، شافوا الحولي ماشي تاهو ماشيين معاه، وهذا الشيء هذا انتوما كتعرفوا شكون اللي ماجي موراه الجزائريون كما شفتم اخواني. واحد الجزائريه كتقول انا اخواتكم، انا اختكم مغربيه وكنعيش في المغرب وكان متبجع وعندي العائل عنده 8 سنين، وهي جزائريه ماشي مغربيه. مع ذلك اخوتي عند الرامي وشبرت الدعم، انا وما عنديش الرامي وما شبرتش الدعم، وهي شبرت الدعم وعند الرامي وجزائرية مع ذلك مخلصة. وبزاف حالة كيتواجدو هنا في المغرب ماشي جزائريين، هما جزائريين جاسوسيين خائنين كيزرعوا الفتنة في بلادنا. حنا بلادنا فيها السلم والسامن، السلم سمحوا لي السلم والسلام، حنا بلاد ديالنا ما عمر وقع فيها هادشي. الهجرة كنعرفوها من أول الزمان، من أول ملي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كاينة الهجرة حق ماشي هيدا. الهجرة كاينة قانونية، تمشي مجواز، تمشي كتقرا، تمشي على خدام، هاد مشيت تماك كونتراتو، اطلع تماك بالسياحة توريسمو، اياه بالحق بس دعمل الشغب ودعمل التخريب ودعمل هادشي هذا، اتعرض غير المسدس وهادي يخليو فيك اولا 20 سنة الحبس اولا التعليق والسجن والعذاب. وعلاش منادم هادي يعمل هادشي هذا؟ واش حابكم ما كاينش الامن ولا ميمكنش؟ راه الامن راه الامن هو كل شيء اخوتي، راه حنا ماشي عايشين في السايبه. اذا صافي دابا نتوما منادم ماجي قال لك حنايا ماشي نحرقو، ما كاين يعني ما كاين مخزن ما كاين والو، كتسمى تسمى هذه عصابه، تسمى هذه عصابه مؤامره، وفيها بعض الشباب لا حول ولا قوه الا بالله، واخا عنده الدبلومات ديالو واخا ما قراشي، وكاين اللي قرا وكاين اللي خصو يخدم على راسو وكاين اللي خصو يدبر على راسو، ولكن ماشي هيداك. تحشاو مع الجزائريون، والجزائريون ما كيحملو الناشي مرة، ماشي الشباب، جزائريون ضباط كورونيري، يعني مؤامرة مجمع عند الكورونيريس. يمكن بغاو يدوخونا هنايا ويضربونا من الصحراء. اخوتي ما تبقاوش غير تسمعوا الهضره، وقال لك يلا نحرق وقال لك يلا. راه اخوتي 5 الاشخاص كنعرفهم باقي ما خرجوش من البحر، ميتين باقي عائلتهم دابا من كراسة، بينما العواول ما نهار. 3 الاطفال، واحد عنده 10 سنين وواحد عنده 9 سنين وواحد عنده 13 سنه، بينما باقي ما بانوش. يلا واش نتوما هادشي كامل خصكم الامن يجيبو لكم؟ راه تحياتي خاصة مديرية الامن الحموشي
وتحياتي لرجال الأمن، والله ينصر الملك ديالنا، والله يخليه تسوق راسنا، ما مخلينا ناقص حتى شي حاجة. راه المغرب واحد بلد غني، فيه البحورة، فيه الفوسفات، فيه الطبيعة، فيه السياحة، فيه الجمال، فيه الخيرات. تشني في المغرب، ومن آدم خصو يسمح منه، خصو يخيل منه، لأن كاين قال لك كنسمعو واحد عامل لحية هايدة، 15 تسعود 15 تسعود 15 تسعود كيعاودوها، هادوك عايشين. شوف اين عايشين، كيشعلوها لكم بس نتوما كيشعلوها لكم، هادوك دزايريين وياخرين دزايريين، ونتوما مغاربة في مجد مشيو. سبتة شحال في هذا الكولومتر؟ 14 در كولومتر صح، 14 در كولومتر صح. هاد عيش فيها، انت دخلتي سبتة، هاي جبدوك في العشية، 8 د العشية يخرجوك بالدق وبالقرطاس وبهادي. وعاد سبتاوة والسبانيول قباحين، فهمتيني؟ سبتاوة قباحين، وحراسة قبيحة، والله ما يتعاملوا معك ولا يتعاملوا معك غير ولا تعامل معك شي مغربي بحالك وحس بيك. حنا المغاربة ما ندلوش بعضنا. والله اخوتي دابا جيت من الخدمة، قسما بالله، لا 300 درهم، 30 الاورو، 30 الف فرنك في المغرب، راه مضخم، ما قدرتش شني دا من منا. دا كل 100 درهم تقبع 100 درهم من المارك، و100 درهم تصرفها كل نهار ورزقه. واحد النهار 200 درهم، واحد النهار 100 درهم، واحد النهار والو، والحمد لله. شينو بنادم خصو يكون قانع، بلا قناعة والو. حنا عارفين بلي الحكومة هي اللي خصها تدخل في هادشي هذا، وخصها تهدر وخصها تعاود، وما كاينش اللي يهدر على هادشي هذا، وما كاينش بنادم ما عندوش شي فين يخدم، بنادم ما عندوش شي فين هادي. ولكن كون سبع، كون سبع، دبر راسك لراسك اصاحبي، حق ماشي هايدا. هذا كيعيطولو الشغب، وكيعيطولو محاربة القانون، وهاد الشهادة اللي عملتو نتوما كيعاقب عليها القانون أخوتي، راه بالجنايات وبعقوبة صارمة. هاد الشهادة عليها العقوبات صارمة أخوتي، راه الشي اللي عملتوه كيبالكم ساهل، ولكن هو راه هادي مؤامرة سياسية مع عند الجزائر. هادوك ولاد الحرام هما اللي باغي يورولونا البلاد ديالنا، البلاد ديالنا كتشوفوها بنية غزالة، بالبحورة، بكل شي ديالها، بالازدهار ديالها، بالجمال ديالها، صوم يعملكم الفتنة. صافي، المغرب ما عايش الفتنة، صوم يشوفوا الفتنة في المغرب، الحلم ديالهم هما يشوفوا الفتنة، وهاوما دابا انتوما كتحققوا لهم الحلم ديالهم. ولا حول ولا قوة الا بالله، والدعوة لله في هاد الناس اللي كتخرج هاد التشهير في هاد الشي في هاد التواصل الاجتماعي، والدعوة لله الناس اللي كتزعم عباد الله على الحريق، والدعوة لله الناس اللي كتجهز عباد الله وتقول لهم موتوا في البحر يلاه. ايه والله اخوتي، دعوة بيهم من الله. راه الوالدين كيبقاو مكويين، كيبقاو القلوب ديالهم كيتشواو، وما زيدوش هنا، ختموا الحلقة خوتي. السلام عليكم، والله ينصر الملك ديالنا، وتحياتي للحموشي، وتحياتي اللي ربى الحموشي، تحياتي لمديرية الأمن كاملة، من الأمن الصغير إلى حتى الكبير. السلام عليكم.